لكم حبوباتي جيس بارتكم وكامل بخير وعلى خير بو موا سوا الحمد لله صحة نمضانكم وصحة فطوركم كيما كنتشوفوا اليوم جبت لكم ان تابلولي مدنا نسمة تاع رمضان ولا روح تاع رمضان اللي فيه المساجد الهلال دونك للعلم انا مانيش محترفة في لي تابلو ما نديسنيش بزاف لي تابلو مي حبيت نبارطاجي معكم هذا ليكسبيريونس دونك ان شاء الله تعجبكم وتبعوا لا فيديو خطوة بخطوة ان شاء الله تخرج لكم كيما خرجت لي. الحاجة الأولى اللي نحتاجها هي ورقة بيضاء وكرتونة تكون صغيرة هكا باش الورقة تاعنا تشد روحها باسكو راح نستعملو بزاف لا بانشور. إيه نحتاجو ثاني هذا الورق نوع من الورق اللي يجي فيه لصقة هكا يعاوننا بزاف باش ما تدخلش لا بانشور في المساحة تاع الجامع تاعنا باسكو راني حابة نخليه أبيض ولا حبيتو تلونوه بأي لون عندكم الخيار. واذا ما كانش عندكم هذا النوع من الورق معليش تقدروا تستعملوا ورقه بيضاء نورمال مي لازم تحضروا مليح باش ما تدخلكمش لابين. كيما كنتو تشوفوا النوعيه تاع هذا الورق بزاف رقيقه وقد ما راني نحضر راهو يتقطع لي مي بون معليش راني العفسه اللي تقطعت لي نعاود نرجعها لبلاصتها. فوالا هذه هي النتيجه الاخرانيه اللي لازم نحصلوا عليها ابري نجوزو لابينشو. كيما كتشوفوا درت كامل لا بانشو وفينالمون مانيش نفيلمي حسبت راني نفيلمي وحبست الفيديو سينو كيما كتشوفوا شدوا هذا الشكل هكا اللي ديروا كيما درت انايا دوك نحط لكم كامل هنايا الالوان اللي استعملتهم وسيو تمزجوا بيناتهم بالبانشو كيما راني ندير انايا سيو حتى تمزج كامل الالوان مع بعضها البعض ويمد لنا شكل شبان. نشدو بتي مورسو من بابي الومنيوم ونرجعو اون بول ونبداو نطبطبو به فوق لا بانشو ابري نعاودو نشدو البانشو اللي استعملناه من قبل ونعاودو من الفوق برك هكا خفيف حتى تحصلو على الشكل هذا لو يبان لكم عندي لا ميم شوز نعاودو نشدو اون اوتر بول من بابي الومنيوم ونغمسوه ولا نديروه في لا بانشو نوار ونعاودو نطبطبو في لي كوتي والبلايص اللي حبينا يكونوا مظلمين شويه دونك انا درت في لي كوتي وندير ثاني شويه قدام الجامع هكا باش يمد لي هذاك الظل تاع الجامع تاعي. خليت الطابلو تاعي ينشف لي هكذاك ربع ساعة و إلا كنتو مزروبين تقدرو تنشفوه بسيشوار دونك باش ميتقنقناش الحالة كي نبداو نحي البابيي إي بي رحت نحي البابيي تاعي بالعقل بالعقل أنا حبيت نخلي الجامع تاعي بيض دونك نتوما عندكم الإختيار تقدرو تموديفيو كيما حبيتو. ايه بديت نركع شويه الحاله لا بينشور اللي تدخل لي قد ما تحضروا تدخلكم شويه تاع لا بينشور دونك رقعتها بلا كولور بلون بليسك لا كولور تاع الجامع اي او ميم طون ديسيني الهلال كي نقولوا رمضان نقولوا الهلال دونك حبيت نمد الروح للطابلو تاعي. Thank you.
c'est bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ou vous avez aimé. Donc, mettez un like, les j'aime ou les commentaires, bien sûr, vous avez aimé la vidéo. Sinon, les amis, vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner à la cloche pour vous donner un peu de temps. Je vous dis à la prochaine fois. Et à la prochaine fois. Et à la prochaine fois. Et à la prochaine fois. Salam!